انا النهارده بقى رسالتي حاجه مأثره فيا جدا من امبارح، وبعدها سألت نفسي هي الحياه بقت صعبه قوي ولا احنا اللي اتغيرنا، ولا الدنيا عملت فينا ايه خلتنا نبعد ننشغل ننسى نسأل على اللي بنحبهم. بقول الرساله دي لما شفت تعليقات كتيره جدا بعد وفاه الفنان طارق عبد العزيز الله يرحمه، وازاي اصحابه واللي يعرفوه كتبوا على السوشيال ميديا ايه، كتبوا يا ده انا كنت هكلمك، يا انا كنت هبعت لك، يا ده انا كنت عايزه اقابلك، يا ده انا اتاخرت عليك، وفي لحظه الموت ما استاذنش وخطفه. هنا وقفت لحظه مع كل تعليق كان مكتوب وقلت يا هي الدنيا بقت تلاهي قوي كده، كلنا مشغولين، كلنا مش فاضيين خالص، كلنا ما عندناش اي وقت، كلنا ملهيين في الحياه. خلونا متفقين ان فعلا ممكن ننشغل بس اكيد مش طول الوقت. الدقيقه اللي هنطمن فيها على بعض مش هتاثر في اي حاجه، بالعكس هتخليك مطمن على اللي بتحبهم. يا ترى ايه اهم من اننا نطمن على حد عزيز علينا؟ نسال عليه، نقول له احنا مشغولين بس فاكرينك ضمن مشاغلنا. يا ترى ايه في الحياه اهم من انك ترفع السماعه وتسال مثلا على مامتك او على باباك في يوم طويل؟ لا معلش هنا هقف وهسأل بجد، ايه أهم من انك أول ما تفتح عينك الصبح تسأل على باباك أو على مامتك؟ دول أهم حاجة في الدنيا، دول الحياة كلها ومن غيرهم الدنيا ولا تسوى أي حاجة. بسأل ايه أهم من انك تسأل على حد من قرايبك اللي ممكن يكون بقالك سنين ما سألتش عليه؟ ايه أهم من انك تسأل على صاحبك، على حد تعبان، على حد بتعزه، على حد عنده ظروف صعبة؟ انت عارف ان الدقيقه دي ممكن تعمل ايه، تفرق مع الشخص التاني ازاي. ممكن يكون في اسوأ حاله، وانت برسالتك دي او بتليفون تخليه يتبسط بيها جدا. ازاي ممكن الدقيقه او الرساله دي يتبسط ويقول يا انا مهم عند حد؟ انا برضو هنا بتكلم على الناس اللي بتنسى تسال على اهلها، بتسافر وبتبعد وبتنساهم، تشتغل وتكبر وتنساهم، تدرس وتنسى تسال عنهم. عارفين مكالمة واحدة بس، رسالة واحدة ازاي بتفرق مع الناس؟ ده رسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار، فما بالك بحد قريب منك او عزيز عليك وكمان ما تسألش عليه؟ مش عايزة اطول بس الحقيقة الحياة قصيرة قوي قوي، الحياة اقصر مما احنا متخيلين وابسط برضو من احنا متخيلين. الحياة تستاهل ان احنا نسيب اللي شغلنا ونسأل على اللي بنحبه، عشان ما يجيش الوقت اللي نقول فيه يا انا كمان كان نفسي اكلمك او اسمع صوتك، يا دي دقيقه معاك احسن من كل حاجه في الحياه.